الاب والابن والروح القدس الاله الواحد.
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله والشركة الروح القدس معكم جميعا. ما روحك أيضا. في هذا الصباح المبارك أول ما أقوله لشبابنا وصبايانا اللي حيتناولوا، أهلا وسهلا فيكم في الكنيسة، صباح الخير لكم، بنرحب فيكم، بنرحب في أهليكم، بنطلب من الله في هذا القداس الرب يبارككم وبارك الأهل البابا والماما والجميع كل اللي جايين معكم. هلا نضم أيدينا هيك ونغمض عيوننا ونندم على خطايانا حتى نطلب من الله يباركنا في هذا القداس. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وعليكم أيها الإخوة أني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا، لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلنا إلى الرب. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. من فيض محبتك أعطيتنا وصاياك، أغفر لنا خطايانا، أعطنا النعمة لنسير معك. يا يسوع اغفر لنا عدم أمانتنا لمحبتك ولأننا لم نحب إخوتنا كما علمتنا. نشهد لإنجيلك المقدس في حياتنا اليومية. المجد لله في العالم.
هللويا. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. لنصلي. اللهم يا من تركتنا لذكر آلامك في هذا السر العجيب، هب لنا أن نكرم سر جسدك ودمك المقدس، فنجني في نفوسنا ثمرة فداك على الدوام. أنت لله المالك مع الآب ومع الروح القدس إلى دهر الداهرين. في تلك الأيام أخرج ملك صادق ملك شليم خبزا وخمرا لأنه كان كاهنا لله العلي، وبارك إبرام وقال: مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، وتبارك الله العلي الذي دفع أعداك إلى يديك وأعطاه العشرى من كل شيء. كلام الرب. المزمور الردة. كأس البركة هي مشاركة في دم المسيح. بماذا أكافئ المولى على كل ما أتاني من أفضال؟ سأأخذ كأس الخلاص وإلى اسم الرب أرفع الابتهال. غالية في نظر المولى ميتة من كان لوده مخلصين. ألست عبدك وابن أمتك أنك حللت قيوده. كأس البركة هي مشاركة للمسيح. لذا سأقدم ذبيحة الثناء وارفع لاسمك الدعاء، ووفي بنذول المولى أمام شعبه أجمعين. قراءة ثانية. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. أيها الإخوة، إني تلقيت من الرب ما بلغته إليكم، وهو أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكره ثم كسره وقال: هذا هو جسدي، إنه من أجلكم، وأعمل هذا لذكري. وصنع مثل ذلك على الكأس بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، كلما شربتم فأعملوا لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي. كلام الرب. هاليلويا. خبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيى للأبد. هاليلويا. الرب معكم.
كثر من بشارة القديس يوحنا لإنجيلي البشير. سجدوا لك يا في ذلك الزمان قال يسوع لجموع اليهود: أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا للأبد، والخبز الذي أعطيه أنا هو جسدي أبذله ليحيا العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا وقالوا: كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسدا للإنسان وتشربوا دمه فلن تكون فيكم الحياة. من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وأنا فيه، وكما أن الآب الحي أرسلني أني أحيا بالآب، فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي. هو ذا الخبز الذي نزل من السماء، غير الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا للأبد. كلام الرب. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، أرحب بكم جميعا في مناسبة المناولة الأولى لأبنائكم ولبناتكم، وهذه المناسبة هي فرح كبير للآباء والأمهات. ومع الآباء والأمهات جاء الجدود والجدات التيتات، لأن فرح الجدود والجدات بتناول الأطفال فرح لا يوصف. فما عزم الولد إلا ابن الولد، فمبروك للأباء والأمهات وللجميع هذه المناولة الأولى. مبروك لراهباتنا ولمعلمات التعليم المسيحي في مدرسة الفرنسيسكان ولكل المدرسة. وأنتم اخترتم مدرسة من أفضل المدارس في عمان لأولادكم، من حيث المستوى الأكاديمي المشهود له، من حيث التربية، ومن حيث العناية بالطلبة، وأيضاً والأهم الثقافة والتعليم الديني. جئتم إلى هذه الكنيسة من مختلف أنحاء عمان ومن حولها مع أولادكم، فالكنيسة هي بيت الله، وبيت الله هو بيت الجميع. الكنيسة دوما تفتح أبوابها للكل، لأنها بيت الجماعة المسيحية وبيت الله. مجيئكم اليوم إلى الكنيسة له مجيء مرادف أو مشابه في العهد الجديد. عندما المسيح بلغ من العمر 12 عاما، أي بعمر أولادكم تقريبا وبناتكم، صار مكلفاً، يعني صار مسؤولاً عن ذاته، فذهب إلى القدس مع مريم العذراء ومار يوسف حتى يصلي. فذهب من الناصرة إلى القدس. لما كان يسوع طفلاً لم يكن مكلفاً، أبوه وأمه كان يصليان عنه، إذا أتى صلى حسناً، وإذا لم يأتي لا غبار عليه، ما عليه خطيئة لأنه طفل. اليوم لما المسيح بلغ عمر معين صار مكلفا، فذهب مثل أي شخص كبير إلى القدس ليصلي في الهيكل، وهناك ضاع في الهيكل. وعندما عادوا إلى الناصرة اكتشفوا أن المسيح غير موجود، فبحثوا عنه بين الأقارب والجيران. وتقليديا يقال انه هاي عمليه اكتشاف ضياع يسوع تمت
في منطقة رام الله والبيرة في المنطقة هذيك، فعادوا إلى القدس وجدوه بين العلماء وعاد معهم إلى الناصرة. ويختتم مارلوقا هذا النص الإنجيلي، هذا الحدث الإنجيلي، بقوله وعاد معهما إلى الناصرة، وكان يتقدم في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس. إذن يسوع تقدم في ثلاث أشياء: في القامة والحكمة والنعمة عند الله وعند الناس. أولادكم هذول الحلوين تقدموا بالقامة، كبار، قبل كم من سنة كانوا أطفال صغار، كانوا بالروضة في الأول والثاني، اليوم صاروا في أي صف أنتم؟ في الصف الرابع، حكولي الصف الرابع. إذن تقدموا بالقامة. حتى يتقدموا بالقامة تقومون بإطعامهم أفضل طعام، وكل أب وأم يسعى أن يعطي لأولاده أجود طعام وأجود علاج وأجود عناية، صح ولا لا؟ وأيضا تقدموا في الحكمة، الحكمة هي العلم، فأرسلتموهم كما قلت إلى أفضل المدارس الموجودة في هذه المنطقة، مدرسة الفرنسيسكان. وأيضا تقدموا في إيش كمان؟ في النعمة. وأول تقدم في النعمة عمله أولادكم ليس اليوم، أي يوم؟ تذكروا أي يوم؟ يوم العماد، لما تعمدتم صاروا هيكل للروح القدس، وإن كانوا أطفال ما بيعرفوا، وكان الأب والأم والأشبين مسؤولين عنهم. أنتم الآن كبار، قدمتوا في القامة والحكمة والنعمة، وأنتم مسؤولين عن أنفسكم. والله سبحانه وتعالى حتى ليسوع كلمة الله المتجسد أعطى عائلة، هاي العائلة اسمها العائلة المقدسة اللي عاشت في بيت الناصرة، وكان يسوع هناك بين العذراء ومار يوسف يتقدم بالقامة والحكمة والنعمة عند الله والناس، وكان طائعا لهما. من بتسمعوا كلمات البابا والماما تكونوا طائعين لهم، تحبوهم لأنهم بحبوكم وبدهم خيركم. وكل طفل في العالم وبالذات كل طفل مسيحي الله يريد من أبيه ومن أمه أن يكونوا مثل مين؟ مثل العذراء ومار يوسف. فكل عائلة منكم هي عائلة مقدسة. يسوع جعل لكل طفل، مش أطفال، شباب هلا، لكل شاب وبنت أوجد عائلة مقدسة، مقدسة بالعماد، تقدست بالزواج، تقدست بالأسرار، حتى تنمي هالشباب في عائلة مقدسة. ولأنهم نموا في عائلة مقدسة اليوم يتقدموا إلى المناولة حتى يزدادوا نمواً في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس. لا يكفي أبداً أن يتقدم الإنسان في واحدة أو في اثنتين، يعني صور واحد قوي كله عضلات بيلعب رياضة بطل ولكنه لا يقرأ ولا يكتب، يجوز؟ لا. أو بطل قوي العضلات كبير الجسم يقرأ ويكتب معاه شهادات ولكنه لا يصلي، غير مؤمن، يعني إنسان ليس عنده إيش؟ لا عنده حرام ولا عنده حلال ولا عنده دين ولا عنده صلاة ولا عنده شيء، يعني إنسان مادي. أنتوا كآباء وأمهات وجدود وجدات وعائلة مسؤولين أمام الله سوف تقولوا يوما ما: يا الله، ها نحن أمامك نفتخر إننا قدمنا للعالم وللمجتمع وللكنيسة وللوطن وللمسيحية، قدمنا شباب وبنات نامين في القامة والحكمة والنعمة عند الله وعند الناس. وليش احنا بنعمل اول مناولة علنية واحتفال وبندعو الناس؟ لأننا كان يتقدم عند الله وعند الناس، بدنا الناس، العائلة، الرعية، المجتمع يشوف هذا التقدم، لأنه كان يتقدم عند الله وعند
الناس يعني عند الله بالسر وعند الناس في العلن. فالهدف من أول مناولة أيضا الإشهار إنه هاي ابننا وبنتنا كبروا وصاروا مسيحيين وصاروا مسؤولين. هلأ أنتوا وضعين أولادكم في مدرسة الرهبات، هذا جميل جميل جدا وكويس، ولكن الرهبات والمعلمات اللي هم ممتازين عملهم لا يكتمل إلا معكم أنتوا الآباء والأمهات. لما يعود الولد إلى البيت يجد البيئة المناسبة حتى ينمو في القامة والحكمة والنعمة. هؤلاء الشباب والبنات بحاجة إلى يد الأب القوية تفتح له الإنجيل وتقول له اقرأ يا ابني كلمة الرب. هاي البنت بحاجة إلى الأم وإلى يد الأم الناعمة التي تحمل السبحة الوردية وبتصلي أبانا والسلام وصلي المسبحة مع الطفل. هؤلاء الشباب بحاجة إلى جو عائلي، إلى عائلة مقدسة، ومش بحاجة إلى أكل وإلى حلويات. نعم بحاجة بأكل وحلويات وألعاب ومشاوير وشمات هواء ورياضة وكل شيء ودراسة، ولكن أيضا بحاجة إلى المسبحة من إيد الأم، وبحاجة إلى الإنجيل من إيد الأبو، بحاجة إلى أب وأم مسيحي تالي الليل أولادهم بدل ما يناموا على صوت التلفزيون يناموا على صوت ترتيلة مسيحية وبيصلوا مع بعض، والأم تصلي على أولادها وترسم إشارة الصليب هي أو هي جوزها على رأس الطفل هو في تخته. مشان هيك أنتوا دوركم الأساسي ودور المدرسة هو المكمل لا إلكم. يعني الأساس مش المدرسة، مين الأساس؟ أنتوا الأساس. والكنيسة أنتوا اليوم مسيحية وهذا فخر إلكم، لأنكم حافظتم على الإيمان من جيل إلى جيل إلى جيل. بقيت هالعائلات في الأردن، في بلادنا، في بلادنا المقدسة، في بلاد الجوار، في العراق، في سوريا، في لبنان، في مصر، في فلسطين، بقيت هالعائلات هنا شوي وهنا شوي وهنا شوي وهنا شوي مسيحية. ليش؟ نحافظت على إيمانها ونقلت هذا الإيمان من جيل إلى جيل. ومن جدودكم في ناس أهدر دمه ومات شهيد من أجل المسيح وحافظ على الإيمان واضطهد وتعذب وحافظ على الإيمان، وكانوا أقوياء ورجال بالعلم وبالفروسية وبالكرم وبالعطاء وبالاجتهاد وبالمكافحة، حافظوا على مكتسباتهم وعلى وطنهم وعلى وجودهم، وبنوا عائلات مسيحية. هالشباب والبنات هم ثمرتها. فإن شاء الله أنتوا كآباء وأمهات مع المدرسة تتابعوا هاي المرحلة، وهاي المرحلة المهمة من حياة الطفل. أولادكم اليوم بتناولوا جميل جدا هالورد الحلوة، هالشجرة الحلوة المغروسة في بيتكم أصلا، ظلكم إيش شو تحطوا لها؟ إيش نحط لها؟ بدي أسمع إيش نحط لها؟ احكوا لي شو نحط لها؟ بس دراسة؟ بس أكل شرب وألعاب؟ شو نحط لها كمان؟ نحط لها الإنجيل، نحط لها المسبحة، نحط لها الصلاة، نحط لها الإيمان. نعرف أولادنا على تاريخنا المسيحي وعلى كلمة الرب يسوع وعلى الإنجيل. فألف ألف مبروك لأولادنا وبناتنا ولأهليهم وجداتهم وجدودهم ولكل الضيوف والأقارب الجايين معهم. وإن شاء الله وإن شاء الله هالأولاد يكونوا فخر إلكم وبركة إلكم وتفتخروا أنه أنتوا ربيتوا جيل مسيحي. والآن بعد ما نهيت الكلام للأهل اسمحوا لي أخاطب ضيوفنا وحبايبنا الشباب الصغار، وهيك أنا حتى أحكي بدي أقرب لهم، لأن الحكي هذا بيني وبينه أنتوا ما تسمعوا شو بدي أحكي لهم. Oh.
البابا والماما تبعك، وين مزبل البابا والماما؟ وين مزبل؟ أي كنيسة؟ مين؟ مين وين مزبل البابا والماما؟ أي كنيسة؟ وين الآن نصلي قانون الإيمان. هذا القانون لا يكفي أن نصليه، يجب أن نعلمه إلى أولادنا. هذا دور الكنيسة ودوركم أنتم تشرحوا الإيمان لمين؟ لأولادكم. نصلي مع بعض. نؤمن بإله واحد آمين.
والآن يقوم أبنانا وبناتنا بتلاوث صلاة المؤمنين فلنصغي. جلسوا جلوس. بارك يا رب الكنيسة المقدسة واحفظها بنعمتك كي تشهد للمسيح المخلص وتنشر كلمتك إلى العالم أجمع. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. Seigneur Dieu de toute bonté, donnez-nous la paix et aidez à répandre votre amour sur toute la terre. إلى الرب نطلب. استجب يا من أجل السلام في العالم أجمع كي تزهر الأرض حبا وتمتلئ قلوبنا بالسعادة إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا رب نرفع صلاتنا من أجل كهنتنا خاصة قدس الآب حنا كلداني، أعطه النعمة ليواصل مسيرته في حمل كلمتك ومحبتك إلى الإخوة. إلى الرب نطلب. استجب يا Our Lord Jesus, we raise our hands to you and our hearts to your generosity and ask you to give our parents long life, health, patience, and faith to raise us in accordance with your laws and instill in us your promised love and care. إلى الرب نطلب. استجب يا نصلي من أجل كل الأطفال الذين لا يستطيعون الاحتفال بالمناولة الأولى بسبب الحرب والعنف. أعطهم يا رب من نعمة لتناولوا جسدك ودمك الأقدسين فيكونوا أصدقاء حقيقيين لك. إلى الرب نطلب. استجب يا أجل مدرستنا مدرسة الرهبات الفرنسكانيات مار يوسف ورهباتنا ومعلمينا، بارك جهودهم يا رب وكن معهم على الدوام. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجلنا نحن متقدمين إلى مائدة جسدك ودمك المتقدسين، منحنا يا رب القوة والنعمة لنكون على الدوام المثال الأعلى الفرح. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. الكتاب المقدس والشمعة، نقدم لك يا رب كلمتك التي هي نور وهدى لطريقنا. ساعدنا بأن نكون أمناء في حفظها والعمل بها وأن نشهد لكلمتك بالقول والعمل. الكتاب المقدس والشمعة، نقدم لك يا رب كلمتك التي هي نور وهدى لطريقنا. ساعدنا بأن نكون أمناء في حفظها والعمل بها وأن نشهد لكلمتك بالقول والعمل. الصليب. الصليب هو رمز الخلاص وقمة الفداء الذي تم بربنا يسوع المسيح، فقد فدانا بدمه الثمين، فأعنا يا رب لنحمل بشرى الخلاص للعالم أجمع.
المسبحة وغصن الزيتون. يا رب، لقد قلت لنا بأن كل من التزم الصلاة باستمرار وثبات سينال الملكوت، فكن معنا كي لا يتزحزح إيماننا ولنبني بيتنا على الصخر. الخبز والعنب. من ثمر الأرض نحصل على هذا الخبز الذي نقدمه لك مع ثمر الكرمة، واللذين يرمزان إلى آلام العالم أجمع حتى تحولها إلى ينبوع نعمة وبركة. الشمعة والملح. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. اجعل من تناولنا اليوم انطلاقة جديدة في مسيرتنا الإيمانية، فنكون أمناء لك على الدوام. البركة. يا رب، أفض فينا من البركات ما يحول فقرنا إلى غنى وكل عجزنا إلى عطاء، فنكون أعضاء فعالين في كنيستك المقدسة، عاملين بمشيئتك القدوسة، مبشرين باسمك العظيم. إلهي، هبني نقاء الجسد.
شما تقول إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء كثير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة أعطنا يا رب أن ندنو من مذابحك بنفوس حرة طليقة فلتطهرنا نعمتك الشافية في هذه الأسرار عينها التي بها نخدم جلالك الرفيع بالمسيح ربنا آمين. الرب معكم لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا إنه لحق وعد واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا فهو الكلمة الذي خلقت به كل شيء والمخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسدا بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولودا هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعبا مقدسا فبسط يديه على الصليب ووطئ الموت وبشر بالقيامة لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد قائلين قدوس 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 أنت قدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة فنسألك أن تفيد روحك على هذه الكرابين ليطهرها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين مغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري هذا سر الإيمان كلما لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامة نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكنة كلها وبلغها كمال المحبة
مع حبرنا العظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير بابتيستا والسائر الكليروس كل إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضا أن تسبق مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف ومع رسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك للأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. عادة لما بنصلي صلاة أبانا صلاة الربيع بنرفع أيدينا هيك، هاي الحركة المألوفة والطبيعية. الصغار افتحوا أيديكم، الأولاد افتحوا أيديكم هيك. للأهالي أنتم كل أب وكل أم بيقدر يصلي على أولاده، الأم تصلي على ابنها لما يكون مريض، يكون تعبان، لما بده ينام، فلما بتصلي بتحط إيدها على رأس الولد، فمدوا أديكم أنا وياكم على رؤوس أولادكم هيك، نطلب من الله يباركهم، مدوا أديكم هيك، خافوش، مدوا أديكم، نطلب من الله يبارك أولادنا ويحط كل النعم عليها اللي بتمر من خلالكم. كل ولد الله أعطاه عيلة حتى نعم الله تمر عليه من خلال عيلته، ونصلي لهم. أمانك الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، أعطنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلامي، يمنحكم لا تنظر الى خطايانا بل الى ايمان كنيستك، وتنازل ووليها الوحده والسلام بحسب مشيئتك، انت الحي المالك الى دهر الداهرين، ليكن سلام الرب معكم دائما. تبادلوا السلام في المسيح. يا حامل الله الحامل خطايا عالم، نحن الخطأ ارحمنا. يا حامل الله الحامل خطايا عالم، نحن الخطأ سلام
نحن الخطأ ارحمنا. هو ذا حمل الله ذا الحامل خطايا العالم، توب للمدعوين إلى وليمة الرب. جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. قال الرب أنا الكرمة، أنتم أغصان الكرمة، جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. من يغني من الصحراء يبحث عن قطرات الماء، مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. من يأكل من خبز الله، من يشرب من خمر الله، يرث الحياة الأبدية، يعطى السعادة في دنيا. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي.
أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، فليس لي سواك، لي سواك أتبعك ربي دوما دوما، أتبعك بلا رجوع بلا رجوع، وأسبح اسمك قدوس، وليس لي سواك، لي سواك أتبعك ربي دوما دوما، أتبعك بلا رجوع بلا رجوع، وأسبح اسمك قدوس، وليس لي سواك. أحبك يا أبا الآب، أحبك يا أبا الآب، أحبك يا أبا الآب، يا من مع الحياة الحياة، تأمرني بحبك بحبك، تأمرني بما بمجدك، عشت أمام عرشك، يا منبع الحياة الحياة، تأمرني بحبك بحبك، تأمرني بمجدك بمجدك، عشت أمام عرشك، يا منبع الحياة. أحبك يا روح الله، أحبك يا روح الله، أحبك يا روح الله، فأنت للحياة للحياة، تغمرني ربي بلا رجوع بلا حدود، بقوة فأنت للحياة للحياة، تغمرني ربي دوما دوما، تغمرني بلا حدود بلا حدود، تمسحني بقوة للحياة. أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك، لي سواك
دعوك بلا رجوع بلا رجوع وسبح اسمك القدوس وليس لي سواك لي سواك أتبعك ربي دوما دوما أتبعك بلا رجوع بلا رجوع وسبح اسمك لنصلي. أعطنا يا رب أن نشبع يوما من التمتع السرمديا بلاهوتك في هذه الوليمة السماوية التي لا يشير في هذه الحياة الدنيا. تناولنا لجسدك ودمك الكريمين بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. بارككم الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. في ظل حمايتك نلتجئ يا طلبتنا عندما ندعوك. يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى. طلبتنا عندما ندعوك. يا باب السماء يا أم الفداء يا عين الرجاء يا نور الهدى. في ظل حمايتك نلتجئ